السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك عندك خضر وتميل وبروده في الاطراف او عندك دوالي في الساقين؟ هقول لك في 60 ثانيه عن اهم الحلول اللي هتحسن لك الدوره الدمويه في الاطراف. اول حاجه لازم تلبس الملابس الواسعه والمناسبه وابتعد عن الملابس الضيقه لانها بتعوق الدوره الدمويه وبتسهل تكوين دوالي الساقين. لازم تكتر من الاطعمه الغنيه بحمض الفوليك زي الخضروات الورقيه، السبانخ واللفت والخس، البروكلي والافوكادو، البرتقال والفراوله والموز والجريب فروت، الفول والبسلة والعدس، بذور عباد الشمس واللوز والجوز، القرنبيط والجزر والبنجر والذرة. لازم ترفع القدمين على مخدة أو مخدتين أعلى من مستوى القلب لأن الوضع ده بيحسن من الدورة الدموية بشكل سريع ويقلل الضغط على الأوردة والساقين. لازم تحرك أصابع القدم بحركة دائرية لمدة 10-20 دقيقة بشكل متكرر يوميا، وتحرك مفصل الكاحل هو مفصل القدم أيضا لأعلى والأسفل. خامس حاجة لازم تعمل تدليك خفيف للساقين والقدمين بزيت زيتون دافي أو زيت لوز أو زيت جوز الهند. سادس حاجة لازم تدفي الساقين والقدمين عن طريق انك لازم تلبس شرابات او جوارب وكمان تعمل كمادات دافية لتنشيط الدورة الدموية. سابع حاجة بعض المشروبات الساخنة زي مشروب الزنجبيل والقرفة بتحسن وتنشط الدورة الدموية. تامن حاجة من الحلول المفيدة جدا رفع الساقين على الجدار لمدة 5-10 دقايق بشكل متكرر يوميا. دي اهم 8 حلول لتحسين الدورة الدموية في الاطراف للناس اللي عندها تميل وخضر وكمان برودة في الاطراف.